السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الفيديو الثاني من سلسلة شروحات Semantic Endpoint Protection Manager 14.1. في الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي نعمل سيتاب للبرنامج. المرة دي هنعمل كويك ريفيو، معاينة سريعة للبرنامج وقوائمه. البرنامج بعد ما سطبناه نقفله عشان نفتحه من جديد. البرنامج هنتك ستارت، نفتح البرنامج. هنكتب الباسورد اللي اخترناه، اليوزر والباسورد اللي اخترناه في عملية التسجيل، واقول له لوجن. تمام، البرنامج هنا بيقول لي اعمل ران لللايف ابديت، اعمل له اكتف البرودكت. ممكن تعمل انستول لكلاينت، على انستول لكلاينت سوفت وير على الكمبيوتر. تمام، حاجات تانية كتير كده. هنا الهوم بيشرح لي في الهوم هنا اخر الاخبار، عدد الاند بوينت اللي هي الاجهزة، منهم اللي معمول له ابديت، منهم اللي مش معمول له، منهم اللي اوف لاين، منهم اللي ديسيبل، ممكن اللي جه في مشكلة في الهوست انتجري تسطيب السطب عليه. تمام، هنا الاكتيفيتي السمري لاست هاور، ممكن انا مثلا بعملها لاست 365 يوم مثلا، ممكن لاست شهر مثلا، عشان اعرف اخر الفيروس اللي جات عندي على الشبكة وعلى اجهزتي في الشركة. تمام، هنا بيديني السكيورتي ستيت الاساسي، عفوا. تمام، هنا اشوف منه الديتيلز التفاصيل، هنا اللايسنس بتاعتي. تمام، تريال تجريبية. هنا بيقول لي اخر وقت للتحديث لاست ابديت. هنا الفيفوريت ريبورت، التقارير المفضلة، اكتر التقارير اللي انا بشوفها. هنا السكيورتي ريسبونس من الانترنت من شركة سيمانتك، اخر الايه اخبار. هنا ممكن اعمل ريفرش للنافذه دي، بدات اعملها ريفرش، بيجيب الاخبار من جديد. ده لوج اوف عشان لو عندي اكتر من مدير واكتر من ادمنستريتور. ده الهيلب بيجيب لي قائمه المساعده. هنا اللاتست اليرتس من على الانترنت، اخر التحديثات. نيجي للنافذة التانية اللي هي المونيتور. السمري هنا بيجيب لي اخر الاخبار، اخر الفيروسات اللي لقاها عندي وانواعها وعددها والكلاينت والسونار. هنا كل حاجة بيجيبها اكتشفها. هبقى اعمل لكم تصوير قريب ان شاء الله بعد ما يشتغل على كذا جهاز. هنا اخر اللوجز، كوماند ستيت، النوتيفيكيشن، الاشعارات، اخر الاشعارات اللي جايه لي. دي هنا التقارير المفصله بقى، ريبورت. تاني كان المونيتور، المراقبه، ده ريبورت بيعمل لي ريبورت، كويك ريبورت. الريسك ممكن يصدر لي باست 24 ساعه عشان اقدمه لاداره الامن المعلومات عندي في الهيئه. وهنا سكيدولد، هنا السكيدول دي ريبورت. تمام، هنا البوليسيس، دي البوليسيس اللي انا بوزعها على الكلاينت بتاعتي، بتاع الفيروس اند سباي وير بروتكتور، والبوليسيس بتاع الفايرول دي كلها، الابليكيشن والديفايس والحاجات اللي هوست، الحاجات دي كلها. تمام، هنا الكلاينت، الكمبيوترات اللي هضيفها. هنا دي جروبات معمول ديفولت جروب، ممكن انشئ جروبات جديدة وحاجات جديدة واوزع عليهم البوليسيز بتاعتي. هنا صفحة خاصة بالادمن، فيها الباكج اللي هتنزل، ادمنستريتور، بيانات، دومينز،
سيرفرز تمام، انستولد باكج، هنا الباكج اللي بتتوزع على الكلاينت. لو تلاحظوا في دعم ويندوز 64 و2 ماك ولينكس تمام. هنا اللايسنس وهنا الكلاود لو هربطه موقع، عفوا هنا الكلاود لو هربطه بالموقع بتاع سيمانتك تمام. بعد المراجعة السريعة دي اوعدكم ان شاء الله هيكون في فيديوهات شروحات لتنزيله على الكلاينت كلها، وفيديو مخصوص لتنزيله على كلاينت ويندوز 10. ويندوز 10 بتقابل فيه مشاكل مش بتقدر تنزله عليه، هنتكلم عن حلها والطريقة بتاعتها. وفي نهاية الفيديو بشكركم على متابعتنا ومشاهدتنا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وأرجوكم اعملوا سبسكرايب في القناة عشان تدعمونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.